الله ويعطيك العافية على المقدمة الطيبة هذه، وتحية من القلب إلى القلب لقناة سكوب ولتش. يمكن المقدمات هذه يعني اللي قاعد تقولينها والمقدمة هذه اللي قلتيها بحقي أنا أعتبرها مسؤولية كبيرة، لأن ساعات الإطراء أو المدح يحسسني بمسؤولية أكبر وأكبر يعني. يعطيك العافية، مشكورة، وإن شاء الله أكون قد الثقة بالآيات إن شاء الله. تستاهل يا علي. الله يسلمك يخليك.